اهلا بكم في نشره الاخبار من رؤيه حياكم الله ونبدا بابرز العناوين جلاله الملك يرد مشروع قانون مركزية لسنه 2015 المقر من مجلس الامه الاحتلال يسلم عائلات الشهداء منفذي عمليات الطعن اوامر بهدم منازلهم والعائلات تشكل لجنه قانونيه تطالب بتسلم جثمين ابنائها دفعه واحده استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مختلف مناطق الاراضي المحتله. الناخبون المصريون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاذلاء باصواتهم في المرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه. والبنك المركزي يؤكد تحسن المؤشرات النقديه للمملكه لنهايه شهر اب الماضي. حياكم الله في تفاصيل أمر جلالة الملك عبد الله الثاني برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 المقر من قبل مجلس الأمة وذلك استنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته وبموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والتسعين من الدستور وجاء في تبرير قرار الرد أن الفقرة ألف من المادة السادسة من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم واحد لسنة 2015 والمستوفي لشروطه الدستورية وهو الأمر الذي يصيغ صفة غير دستورية على المادة المشار إليها ويجعلها مخالفة لأحكام المادة 121 من الدستور وتتابعونا مباشرة بعد نشرة الأخبار في نبض البلد حلقة خاصة مع الزميل محمد الخالدي يناقش فيها مع ضيوفه رد جلالة الملك لمشروع قانون اللامركزية نعم وقال رئيس اللجنه القانونيه في مجلس النواب مصطفى العماوي ان المجتمع شريك في وضع لمساته بقانون الانتخاب الجديد مشيرا الى ان المشروع قد يشوبه قصور في بعض النصوص واضاف العماوي ان اللجنه دعت النيابات العامه للتعرف على الاخطاء التي سقطت فيها القوانين السابقه جاء ذلك خلال لقاء اللجنه القانونيه لمجلس النواب مع اللجنه القانونيه الوزاريه المكونه من وزراء تطوير القطاع العام دكتور خليف الخوالده والعدل الدكتور بسام التلهوني والاوقاف الدكتور هايل داوود والتنميه الاجتماعيه ريم ابو حسان ورئيس ديوان التشريع الدكتور نوفان العجارمه واعضاء اللجنه القانونيه في مجلس الاعيان من جهتي اكد وزير الشؤون السياسيه والبرلمانيه الدكتور خالد الكلالده ان القانون لا يخضع للمزاجيه وانما يصدر عبر نظام من الحكومه وفقا للمعايير الدوليه التي تخضع الجغرافيا والسكان والتنميه في تخصيص مقاعد كل دائرة، وفيما يتعلق بملاحظات النواب على القائمة النسبية التي اعتبرها البعض أنها تقسم المقسم وتشجع على نواب عائلات وليس نواب وطن، بين الكلال دا أن القانون لا يفرق بين الناس ولن يقسمهم لأن الأصوات التي تعطى لكل قائمة هي التي تحدد عدد المقاعد التي ستفوز بها في البرلمان وليس الأصوات الممنوحة لكل مرشح داخل القائمة، ولهذا فإن القوائم ما تشجع على العمل الكتلوي والجمعي أن القائمة قائمة الوطن لم تحقق الغرض منها فبالتالي استبعدت فبقي لدينا كان عددها 27 بقي لدينا 123 مقعد منها 108 تمثل الألوية والأقضية والمدن و15 كوتا النسائية مجموعهم 123 عندما صمم مشروع هذا القانون وضعت اللجنه نصب اعينها تطبيق المعايير الدوليه في حال اذا ما اقر هذا القانون هذا القانون الان في عهده مجلس النواب هو صاحب الكلمه الفصل في اجراء اي تعديلات جوهريه او شكليه على على مواده، لا شك ان الحوارات لم تنتهي بعد، بقي لدينا خمس محافظات غدا سنذهب الى السلط ومن ثم الى بقيه محافظات الشمال، الاطار الزمني الذي وضعته اللجنه القانونيه للانتهاء من هذه الحوارات هو حتى الثاني من شهر تشرين الاول الثاني عفوا لهذا العام. قال العين فيصل الفايز ان الحد من انتشار الفكر المتطرف ومواجهه الارهاب في المنطقه والعالم يتطلب استراتيجيه عربيه موحده قابله للتطبيق بالنظر الى الظروف الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه في المنطقه ومعتمده على الحجه الدامغه والفكر المستنير. واضاف الفائز خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الاول للامن الفكري اليوم الذي يعقده المجلس الاعلى للشباب ومؤسسه اصدقاء الامن الوطني، اضاف ان قوى الارهاب والتطرف تعمل على استقطاب الشباب بمختلف الوسائل من اجل تجنيدهم في صفوف الجماعات الارهابيه، ووفقا للمعلومات المتوفره فان المنظمات الارهابيه استطاعت تجنيد العديد من الشباب من خلال استخدام المنظمات الارهابيه لوسائل التواصل الحديثه المختلفه في اقناع الشباب بالانضمام لتلك المنظمات الارهابيه من جانبه قال رئيس المجلس الاعلى للشباب الدكتور سامي المجالي ان اهداف البرنامج تكمن في ابراز موقف الاسلام من بعض المظاهر المعاصره كالتطرف والغلو والارهاب والمخدرات وتعزيز دور الشباب في ارساء قواعد الحوار واحترام الاخر وتعزيز الامن والمسؤوليه الوطنيه، اضافه لتدعيم دور الاعلام في حياه مجتمعيه فاعله وبث وغرس مكارم الاخلاق العربيه والاسلاميه في نفوس الشباب. ولان شبابنا هم المستقبل، هذا المستقبل الذي نسعى جميعا بان يكون امنا ومستقرا ويوفر الحياه الكريمه للجميع فانني اؤكد لشبابنا بكل محبه واخلاص بان المرحله التي تعيشها امتنا تتطلب منهم الوعي بالتحديات التي تواجهنا وتتطلب منهم تحكيم العقل والمنطق في التعامل مع الاحداث والظروف المحيطه بنا وعليهم ان يدركوا بان هناك جهات خارجيه تسعى جاهده لزعزعه امننا واستقرارنا من خلال سعيها لغرس معتقداتها وافكارها المسمومه في نفوسهم ولذلك عليهم ان يكونوا متنبهين لغه العواطف ودغدغه المشاعر التي تتبناها والارهاب والتطرف نفذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات مداهمة أحبطت محاولة نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت في مجموعها مليون حبة مخدرة المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام ذكر أن متابعة إحدى فرق مكافحة المخدرات لنشاط أحد المشتبه بهم أدت لجمع معلومات حول قيامه بتجهيز كمية من المواد المخدرة في إحدى مناطق مدينة إربد وباقتراب فريق المكافحة من المنزل حاول الفرار بمركبته حيث لاحقه عدد من فريق المداهمة وتابع باقي الفريق تنفيذ المداهمة واضاف المركز الاعلامي ان المجموعه التي تولت ملاحقه المشتبه به اطلقت النار على اطارات المركبه وتمكنت من القاء القبض عليها وبتفتيش المركبه عثر على ثلاثه اكياس تحتوي حبوبا مخدره في حين نتج عن مداهمه المنزل القاء القبض على شخص ثان متورط في تشييز تلك المواد كما ضبطت أيضا داخل المنزل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في الأراضي المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال عصر اليوم جامعة خضوري في مدينة طول كرم، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه الطلبة المتواجدين في حرم الجامعة وداخل قاعات المحاضرات ما أدى إلى إصابة البعض بحالة الاختناق. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على عدد من طلبة جامعة بوليتكنيك فلسطين في الخليل. خلال محاولة قوات الاحتلال فض مسيرة للطلبة خرجوا بها احتجاجاً على ارتفاع اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين حيث ادت هذه المواجهات التي اندلعت بالقرب من مستوطنه بيت حجاي جنوب مدينه الخليل الى اصابه عدد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجه توغل قوات الاحتلال عليهم فيما قامت كوادر الهلال الاحمر الفلسطيني بتقديم الاسعافات للمصابين وقاموا بنقل احد الشبان الفلسطينيين الى المستشفى لتلقي العلاج وفي ذات السياق قامت قوات الاحتلال باطلاق النار على المواطنين ما ادى لاصابه عدد منهم بالرصاص الحي والمطاطي في عدة مناطق في الخليل خلال المواجهات الدائرة هناك فيما قامت باعتقال آخرين وخلال المواجهات الدائرة في مدينة رام الله تعرضت مراسلة رؤية في فلسطين الزميلة نبال فرسخ لإصابة مباشرة في يدها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء تغطيتها للمواجهات الدائرة في مدينة رام الله بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال وتم نقل الزميلة فرسخ على الفور إلى مستشفى مجمع رام الله الحكومي لتلقي العلاج بحسب الزملاء في مكتب رؤيا في فلسطين لو قرر العالم ان يمنح جائزه الابداع في التعذيب بالتاكيد ستفوز بها اسرائيل، فدوله الاحتلال تتفنن في تعذيب الفلسطينيين، فهي لا تكتفي بقتل الشباب بدغ <applause> 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 بخفف الوجع عندك الله يسلمك احنا بالمزاوجات بس تمام؟ أحب. 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 لازم ناخذها احنا على المستشفى اوكي؟ <applause> <applause> <التصفيق> <applause> <applause> للاطمئنان على حاله الزميله نبال فرسخ ينضم الينا عبر الهاتف الزميل محمد شوشه مصور رؤية في فلسطين مساء الخير زميل محمد يعني بشكل عام صف لنا حاله الزميله نبال وكيف حصلت الاصابه؟ يسعد مساك زميل علي آه اللي صار انه اليوم كنا بنكون بتغطية مواجهات آه عند آه مدخل البيره الشمالي بالقرب من مستوطنة بيتيل المقامة علي اراضي البيره واثناء التغطية هاجمت قوات كبيرة من الاحتلال آه للمتظاهرين حيث قامت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل جنوني وبدات اطلاق الرصاص المطاطي والذي كان مبين انه متعمد باستهداف الصحفيين مما ادى الى اصابه الزميله نبال برصاصه معدنيه مغلفه بالمطاط مما ادى الى كسر في في يدها ومن ثم تم نقلها بواسطه سياره الساعة تابعه للهلال الاحمر الى مستشفى رام الله. نعم زميلي محمد وكيف هي حاله نبال في هذه الاثناء؟ حاليا هي تعاني من كسر في اصبعها حيث لديها الم شديد الف سلامه عليها الف سلامه الله شكرا لك محمد شوشة وأنت مصور رؤية في فلسطين ونتمنى السلام لي بل نعم أكيد تهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جيش الاحتلال بتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم للمواجهات الدائرة في مختلف نواحي الأراضي الفلسطينية خصوصا في ظل موجة التوتر الحالية وقال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار خلال اعتصام نظمته النقابة أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن 60 صحفي فلسطينيًا أصيبوا خلال تغطيتهم للأحداث منهم خمسة في حالة خطرة، وأشار النجار إلى أن النقابة تسعى لإداع ملف الاعتداءات على الصحفيين لدى محكمة الجنايات الدولية، داعيا الصحفيين إلى توخي الدقة والتثبت من الحقيقة، والتريث والتحلي بأخلاقيات المهنة في نقل الأخبار. وحمل المشاركون لافتات تندد بالاعتداءات، مؤكدين أن الهيئات المعنية تحضر ملفاً لتقديم إلى محكمه الجنايات الدوليه خلال الايام الماضيه صعدت سلطات الاحتلال بشقيها سواء قوات الاحتلال او المستوطنين من اعتداتها بحق الجسم الصحفي هناك اكثر من 60 اصابه بين الصحفيين خلال الهبه الجماهيريه واضح ان هناك استهداف اسرائيلي لكل الصحفيين وهذا ما كان او ما جاء بعد تصريحات سابقه لمدير مكتب نتنياهو عندما قال الصحفي الفلسطيني هو صحفي مستهدف لان قوات الاحتلال لا ترغب بنقل الحقيقه الصحفي الفلسطيني صحفي مهني هو ينقل هذه الحقائق كما هي على الارض وبالتالي قوات الاحتلال الاحتلال لا تريد ان تشكل راي عام ولا تريد فتح جرائمها خاصه وان عدسات المصورين قد اكدت واثبتت بالدليل القاطع ان هناك جرائم ضد المواطن الفلسطيني. اصيب ثلاثه شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مسلحه، اندلعت فجر اليوم في مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينه القدس خلال محاوله قوات الاحتلال. اقتحام المخيم جاءت هذه العملية على إثر تسليم قوات الاحتلال عائلة الشهيد طارق دويك منفذ عملية رعنان شمالة الأبيب أمرا عسكريا بإخلاء منزلها خلال 48 ساعة مهددة بصب الباطون خلال داخل المنزل وخلال العملية قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل الشهيد ثائر أبو غزالة لكنها انسحبت منه جراء تصدي المسلحين الفلسطينيين لمحاولتهم وتواصلت التعديات الإسرائيلية باعتقال الشابين أحمد السقا وأحمد إبراهيم واقتيادهما إلى جهة مجهولة كما اقتحمت قوات الاحتلال خلال العملية العسكرية ضاحيتي كفر عقب وسمير ميس التابعتين لمدينة القدس وداهمت منازل منافذي عمليات الطعن هناك وسلمت عائلات الشهداء أوامر عسكرية بهدم منازلهم أجوا أول مرة فجروا الباب ودخلوا فتشوا وخربوا شوي في الدار بعدين نزلوا وبعد ثاني مشوار بعد أسبوعين عاودوا رجعوا كمان مرة أعطونا الإختار هذا ومكتوب فيه أنه بالهدم يعني فحكينا لهم أن البيت الهدم إن الهدم إن هذا مش إنا هذا بالأجار وفعلا بالأجار يعني هي ساكن هنا فوق آه. فاعطونا اياه رايحين هلا هسا احنا اتصلنا على مكتب الشكاوي بالقدس وفي محامي هسا المحامي بيحكي لنا انه بعد يومين ثلاثه بعود برد لكم خبر لانه قدم اعتراض قررت عائلات الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال تشكيل لجنة قانونية لمتابعة موضوع تسليم جثامين أبنائهم وأكدت العائلات خلال اجتماع لهم يوم أمس في خيمة عزاء شهداء جبل المكبر في القدس أنهم لن يقبلوا بالإفراج عن أي جثمان بشكل منفرد مصرين أن يكون التسليم والإفراج عنهم دفعة واحدة وفي نفس اليوم وأنهم لن يخضعوا لأي ابتزاز على الإطلاق الإطلاق ودعت العائلة في بيان موحد لها السلطة الفلسطينية والقوى الوطنية والمنظمات الأهلية بأن تقوم بعملها وأن تثير قضية الجثمين في المحافل الدولية وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز أحد عشر جثمانا لشهداء ارتقوا في القدس منذ الثامن من الشهر الحالي لغاية ظهر يوم أمس وتدعي سلطات الاحتلال بأنهم قاموا بتنفيذ عمليات طعن أو حاولوا ذلك وكان مجلس وزراء الاحتلال وافق نهايه الاسبوع الماضي على اقتراح من وزير امنه الداخلي جلعاد اردان بعدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا اثناء محاولات او بعد تنفيذ عمليات، وتدرس حكومه الاحتلال اقتراح الوزير اردان بدفن الشهداء في مقابر خاصه تسمى مقابر الارقام، وذلك بحجه ان عوائل الشهداء تجعل من جنازاتهم مظاهرات لدعم الارهاب والتحريض على القتل. هذه السياسه ليست جديده فسلطات الاحتلال ما زالت تحتجز علي الاقل 242 جثمانا لشهداء فلسطينيين وعرب فيما يسمى مقابر الارقام في شهر تموز الماضي التزمت قيادة جيش الاحتلال أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم احتجاز أي جثامين في المستقبل ولكنها هي تعود بقرار إداري من الحكومة الإسرائيلية لهذه الممارسة غير القانونية وغير الإخلاقية وغير الإنسانية فإن الأهالي ومؤسسات حقوق الإنسان مصرة على النضال ضد هذه السياسة وسوف نلجأ بداية إلى وسائل قانونية وربما تكون هناك وسائل أخرى لمواجهة هذا القرار الظالم وغير أهلا بكم من جديد ونتابع في الشأن الفلسطيني حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة أمس بإعدام شاب فلسطيني بدم بارد على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة فيما استشهد شاب آخر وسط مدينة الخليل المحتلة إثر إصابته أحد جنود الاحتلال بعد محاولة الشاب طعنه وسط المدينة كما هاجم ما يقارب الألف مستوطن منازل المواطنين في منطقة الجرة شرق المدينة فجر اليوم تحت حماية قوات الاحتلال المتواجده هناك اقام المستوطنون بقطع السياج الفاصل بين مستوطنه كريات اربع والمنازل المحاذيه لها ورشقوا تلك المنازل بالحجاره فيما شرعت قوات الاحتلال الحاميه لقطعان المستوطنين بمهاجمه المواطنين الذين هبوا لحمايه منازل عائله دعنا التي تعرضت للهجوم بعد اطلاق صيحات التكبير في مساجد المدينه داعيه الاهالي لنجده العائلات المحاصره من قبل المستوطنين. وفي نابلس المحتلة شرق الضفة الغربية تصدى شبان فلسطينيون فجر اليوم لاقتحام مجموعة من المستوطنين لقبر يوسف وأحرقوا سيارتهم ما أسفر عن إصابة ستة منهم وذكر غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة أن ستة مستوطنين حاولوا اقتحام قبر يوسف فجرا دون حراسة من جيش الاحتلال قبل التصدي لهم من قبل الشبان وإحراق سيارتهم وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط القبر وعلى اسطح بعض المنازل المشرفة على المنطقه وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي يوم أمس بيوم الإعدامات المتكررة الذي لا يمكن السكوت عليه لا دبلوماسيا ولا رسميا ولا شعبيا وأضاف البرغوثي خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله بأن السماح للإسرائيليين بالاستمرار في تصفية الشبان الفلسطينيين يعني أن كل شعب الفلسطيني مستباح واصفا ما يعيشه الفلسطينيون بالاعدام الميداني البشع وان المجتمع الصهيوني اصيب بالهستيريا باطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم وبين البرغوثي بان الوسائل البشعه التي يقوم بها جيش الاحتلال بتصفيه الشهداء الفلسطينيين كما ودع وسائل الاعلام لعدم تبني الروايه الصهيونيه فيما يخص في او يخص عمليات الطعن والتاكد منها والتدقيق فيها قبل نشرها يستخدم ضد, ضد المتظاهرين الادعاءات الاسرائيليه بان الفلسطينيين هم المسؤولين عن ما يسمونه العنف ويتناسوا ان الاحتلال المستمر منذ 48 عاما هو العنف بنفسه ويتناسوا ان اسرائيل تمارس منذ 67 عاما نظام تمييز عنصري لا يتوقف وان الشعب الفلسطيني يتعرض للعنف كل يوم على مدار كل دقيقة من حياتنا خلال هذا الاحتلال البغيض الذي نعيشه ظواهر خطيرة جدا ما نعيشه عمليات إعدام ميداني بشع للفلسطينيين وأنا أرجو وأناشد الإخوة الصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص أن لا يتبنوا الرواية الإسرائيلية ويتسرعوا للقول أن هناك عملية طعن في كثير من الأحيان لا توجد عملية طعن وإنما أشخاص عاديين كانوا يسيروا في طريقهم وتبلاهم الجيش الاسرائيلي والمستوطنون في لفتة انسانية كبيرة احتشد مئات الالاف من مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن نفسه وارضه ومقدسات الاسلامية والمسيحية وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له حيث نظمت عدد من الاحزاب والجمعيات والمنظمات التونسية وقفة تضامنية امام سفارة فلسطين تضامنا مع الهبة الفلسطينية في وجه الاحتلال ومستوطنيه وحي المشاركون هنا ابناء الشعب الفلسطيني الذين يتصدون للاحتلال ومستوطنيه في محاولاتهم المحمومه لفرض الامر الواقع في المسجد الاقصى وفي المجر نظمت رابطه الجاليه الفلسطينيه والاتحاد العام لطلبه فلسطين تظاهره في العاصمه بودابست تضامنا مع شعبنا الفلسطيني. وشارك في التظاهرة إضافة إلى أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية ممثلين عن البرلمان المجري وأحزاب مجرية ومؤسسات المجتمع المدني، كما انطلقت مظاهرة حاشدة في مدينة سيدني كبرى المدن الأسترالية تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال بمشاركة حشد غفير من الناشطين والأحزاب الأسترالية والجاليات العربية والجالية الفلسطينية، وندد المتظاهرون بجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وطالبوا الحكومه والبرلمان الاسترالي بالضغط على اسرائيل لوقف العدوان والزامها باحترام القانون الدولي والكف عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني عربيا توجه الناخبون المصري المصريون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تستمر على مدى يومين تجري في أربع عشرة محافظة ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في هذه المرحلة نحو 27 مليون و 400 أو 400 ألف ناخب وناخبة موزعين على 103 لجان انتخابية عامة ويدلي الناخب المصري بصوته لاختيار عدد من المرشحين يوازي عدد مقاعد البرلمان المخصصة لدائرته إلى جانب اختيار إحدى القوائم الانتخابية هذا ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية الفردية في هذه المرحلة 226 وستة وعشرين مقعدا يتنافس عليها الفان وثمانية واربعون مرشحا بينهم 112 عشرة سيدة فيما تبلغ نسبة المرشحين المستقلين خمسة وستين مقابل خمسة وثلاثين الأحزاب والتيارات السياسية محليا نظمت جمعيه الضياء الخيريه لتربيه وتعليم الاطفال المعوقين بصريا احتفالا بمناسبه اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، وتضمن الاحتفال التعريف بالعصا البيضاء التي يستخدمها الشخص الكفيف لمساعدته على التنقل واكتشاف العقبات التي تواجهه. اشتمل الحفل على تقديم او تقديم الاطفال المشاركين عده عروض مسرحيه وموسيقيه بالاضافه الى مسابقات متنوعه تخللت الحفل الذي حضره عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمدعوين. احنا بنسعى من خلال مجلس الاعلى شؤون الاشخاص المعوقين مع منظمات المجتمع المدني ان نعمل نف يعني ننشر الوعي بين افراد المجتمع باهميه الوعي بحقوق الاشخاص المعوقين بشكل عام والاطفال والبالغين من ذوي الاعاقه البصريه بحقهم بانه يكونوا عايشين في المجتمع بشكل عادي بشكل متكامل وباستقلالية تامة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية الصغار إحنا دائماً من نادي بأهمية التدخل المبكر اللي لازم يكون نبلش ونبدأ فيه من الأعمار الصغيرة جداً لحتى أتلاف الأثار اللي رح تفرضها الإعاقة فيما بعد قامت كوادر الدفاع المدني في محافظه اربد بتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في مستشفى الاميره رحمه على كيفيه التعامل مع الحالات الطارئه حال حدوثها، وتضمن البرنامج التدريبي قيام كوادر الدفاع المدني باخلاء وهمي للكوادر العامله في المستشفى اضافه الى تدريبهم على كيفيه استقبال الحالات الطارئه بكل اريحيه ودون اي توتر او قلق. تعودنا على اجراء الاخلاء السنوي للتاكد من جاهزيه المستشفى وطواقمها لاستقبال الحالات الطارئه ولاخلاء الموظفين والمرضى في حال لا قدر الله حصول اي طارئ في المستشفى كحريق او سقوط او انهيار. قمنا بتدريب الطواقم الموجوده داخل المستشفى الامير الرحمه على كيفيه استقبال اي اصابات سواء كانت من داخل المستشفى او من خارج المستشفى وباليوم هذا صار في عندنا بعض الاصابات الخارجيه من ناتج عن الانشاءات الموجوده وصار في عندنا حاله بتر وكيفيه استقبال حاله البتر الموجوده من فريق الاسعاف والطوارئ الموجود في منطقه الاسعاف الخارجيه، تم التعاملها معها بشكل جيد وممتاز. أكد رئيس جمعية أطباء أمراض الدماغ والأعصاب الدكتور عبدالله يونس أن واحد من شعوب العالم يعانون من زيادة في الشحنة الكهربائية أي الصرع. وهي نسبة مقاربة لنسبتها في الأردن جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للجمعية الذي يعقد بالتعاون مع الاتحاد العربي لجمعيات طب العصبي وبالتزامن مع المؤتمر الثالث للفرع الأردني لمساندة مرضى الصرع خلال الفترة الواقعة بين الواحد والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري وأضاف دكتور يونس أنه سيتم عرض أدوية حديثة للصرع خلال المؤتمر إلى جانب أدوية حديثة لعلاج التصلب اللويحي الذي يقدر عدد المصابين به ما بين 2500 إلى 3000 مريض في المملكة المؤتمر حيتطرق لمواضيع أساسية نادرة هي حتكون ورش عمل بأحسن مشاهير العالم حنتطرق لفزج الدماغ والأعصاب حيكون طبيب معروف، طبيب ياباني مشهور، أحسن طبيب في العالم تقريبا في فسجة الدماغ والأعصاب والعضلات، حيقدم ورشة عمل تقريبا لمدة ثلاث ساعات، بحكي ما تجدد ما هو الجديد في مثل هذه الحالات وهي تبادل خبرة ما بين زملائنا الأردنيين وما بين طبيب نابغ معروف، بالإضافة إلى أطباء مشهورين في علاج مرض الصرع. حيكون عندنا طبيب او طبيبين بيتكلموا عن مرض الصرع العلاج الحديث لمرض الصرع بالإضافة لكيف علاج حالات الصرع الحادة والتعرف على الأدوية الحديثة الموجودة في السوق الأردني والعالمي لما تقدمين في علاج مرضى الصرع يعاني المواطنون في محافظة معان من قدم حافلات النقل العمومي وتهالكها، خصوصا التي تقلهم إلى محافظات العاصمة والزرقاء بما يصيب المسافرين بالمتاعب والمشقة. المزيد في التقرير التالي. حافلات متهالكة وتفتقر لأدنى سبل الراحة، تلك العاملة على خط مدينة معان والواصلة إلى العاصمة عمّان لتجعل هذه الرحلة فعلاً قطعة من العذاب. طب اول شيء السرفيس من ناحيه الوقت اللي بيحتاجه مشان يصير عمان اقل من الباص ثاني شيء اريح ثالث شيء الباصات قديمه وتحتاج وقت اطول مشان انه يعبي الباص ويطلع لانه الباص ما بيطلع فاضي الا يطلع كامل خمسين راكب عادة عن الوقت الطويل اللي بده اياه بالطريق مشان يصل عمان فعاد اللي بيكون مستعجل كطلاب الجامعات او اللي عنده شغله او اللي عنده مقابله عمل بفضل السرفيس اكثر لانها اسرع انا بطلع في الحافلي موديل قديم الحافلي اذا بطلع النمعان تتعطل في الحسينيه بتتعطل في الجرف صيانة ما في شو في يعني هم اغلبيتهم بيجوك بنت هاي يا بيبنوا ما شرط بي او سكين بيقدوا الكراج قبلنا من الهاية اكثر من خمس ست سنين واحنا بنطالب الحكي هذا انه نبدل الحافلة وكوستر لانه محافظه معاه ما بتستوعب أه حافلات بضل عندنا المراجع للساعة عشرة من الست للساعة عشرة هاي ثلاث ساعات وبدوا على الطريق ثلاث ساعات هاي ست ساعات قلة أعداد الركاب والذي نتج بعد استحداث خطوط نقل جديدة في القرى المحيطة في المدينة يجعل عمل حافلات النقل الكبيرة يؤثر سلبا على كل من الراكب ومشغل الباص هلا بالنسبة للشكاوى المتعلقة بعدم سلامة المركبة من الناحية الفنية هنالك محطة فنية تتبع إداريا لإدارة ترخيص السواقين والمركبات اللي بموجبها لن ترخص أي مركبة عمومية إلا بعد التأكد من سلامة المركبة من الناحية الفنية والتشغيلية لا يوجد ما يمنع لأي مواطن أو مشغل بتقديم طلب في في حال رغبته باستبدال حافلته المتوسطة بركوب متوسط أيضا وسيتم دراسة الطلب تبعه وأعلامه بالنتيجة حال دراستها بعدما تقدم نفتقد بوصلة المسؤولية لتكون راحة المواطن هي آخر ما يتم التفكير به والى الأخبار بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الحكومية ومنظمة العمل الدولية احتفلت محافظة إربد بمهرجان الرمان بمشاركة واسعة من المزارعين الذين عرضوا منتجات ريفية ومأكولات شعبية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تزيد مساحة الأراضي المزروعة بالرمان في شمالي المملكة عن ثلاثة ألاف دنم تنتج سنويا تسعة ألاف طن وزراعة الرمان من الزراعات الأسرية المتوارثة وهي بازدياد خصوصا أن زراعتها تصلح في كل أنواع التربة في شهر أيلول يبدأ قطاف الرمان الذي يستعمل كفاكهة وينتج منه العصير والخل والدبس ونظرا لأهمية هذا المنتج الزراعي خصصت مديرية الزراعة مهرجانا لعرض منتجات الرمان وزير الزراعة افتتح المهرجان هذا العام وأشاد بجهود المزارعين والشراكة بين القطاعين العام والخاص تحيتي الخاصة للمزارعين اللي هم سبب كل هذا الفرح لولاهم ولولا أنتاجهم ما كان هذا المهرجان احنا فخورين فيهم وفخورين في الزراعة وفخورين في هذا الوطن وأداء الناس اللي فيه الحمد لله الله بديم هذا الوطن وبديم أمنه عليه وبديم قيادته عليه مهرجان الرمان السنوي في الشمال يهدف إلى مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم من هذه المادة مواسم الرمان تختلف في اختلاف الاصناف، ففي اصناف مبكره نضجت وتم بيع وتسويق منتجها ولكن في اصناف ما زالت في هذا الموسم، لذلك احنا بنستقطب اكبر كميه ممكنه لهذا موعد نضج وحصاد لاصنافها. المزارعون وزوار المهرجان اعربوا عن سعادتهم بالمهرجان الذي اتاح لهم فرصه اللقاء للبيع والشراء بشكل مباشر بدون تكلفه التنقل من مكان لاخر. الرمان هذا ورثناه عن اجدادنا منذ السنين الماضيه وورثناه عن ابائنا ونحن الان بعد ابائنا نقوم بالعنايه بهذا الرمان ونعتني به من تقليم وسقايه وحراثه وسماد طبيعي وسماد كيماوي مهرجان كثير حلو بشكر جهودهم على هيك معرض شفت كمان كثير انواع من الرمان صراحه اول مره بشوف هيك نوع من الرمان في الرمان الاحمر الرمان الاسود ومشكورين على هيك جهود مهرجان الرمان هذا العام الذي يتواصل لأربعة أيام هو الثامن على التوالي الذي يقام بدعم من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وأجهزة الأمن العام وهو فرصة للتسويق وتشجيع النساء الريفيات على بيع منتجاتهن اليدوية المتعددة والمأكولات الشعبية